يلا بسم الله نبدأ. عندي البطاطس والبذنجان قليتهم، عندي لحم مفروم بقري ما عليه ولا دهن، طماطم معلبة، أهم شيء يكون إنتاج إيطاليا، بصل، ثوم، ريحان، عندي فليفلة خضراء أو فلفل رومي أخضر، أنا بحطها عشان بس تضيف نكهة، مو يعني أكيد باكلها بس حنا نحبها عشان تضيف نكهة أكثر من إنها تتاكل. ورق غار، عندي فلفل أسود وملح، وعندي وورشستر صوص هذا يعطي تعزيز لنكهة اللحم، وعندي هذه بهارات إيطالية. يا جماعة هذا شيء خيالي. كمون، أول شيء لحم المفروم ما يتغسل، ثاني شيء عشان ما يطلع معنا زنخ اللحم، وعشان ما ينشف معنا في قلاية على درجة حرارة مرة عالية راح أرمي اللحم والقلاية مرة حارة بدون ولا نقطة دهن، وما أحرك، أخليه إلين ما ياخذ هاللون، الطبقة اللي تحت تاخذ هاللون البني، وقتها أحرك وما أخليها تنطبخ طبخة كاملة، لا نص طبخة، وبعدها شوفوا إيش أنا راح أسوي. مثل ما قلت لكم ما أبيها تنطبخ طبخة كاملة، شوفوا هذا اللون اللي أقصده، وترى هذا اللون يعطي نكهة للحم كمان مختلفة. خلاص الحين أبدأ أحرك وأطقطق. نفس البان اللي طبخت فيه اللحم المفروم راح أحط زيت زيتون، بصل، يلين معايا البصل وأحط الثوم. الحين راح أحط البهارات، كمون، الملح، الفلفل الأسود، البهارات الإيطالية هذه اللي قلت لكم عليها، الورشستر صوص، نقلب كويس، ريحته مرة تجنن، الطماطم المعلبة، الفلفل الرومي، الصلصة وين معجون الطماطم، فراح أضيفها. شوفوا كيف تسبكت، أنا أحتاجها تكون شوية مغرقة. بعد ما رصيت البذنجان راح أرص البطاطس، كريمة الطبخ كذا على خفيف، وراح تمسك معاكم لما تدخلون الفرن، راح يمسك معاكم. الطماطم الكرزية بس هذا شيء اختياري. آخر شيء راح أحط الموزاريلا فريش، إذا ما عندكم أبدا مو بلازم، أكيد أفضل، ولكن يا تحطوا فريش يا ما تحطون. من جد ألذ مسقعة ممكن تاكلونها.